أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أهم وأبرز العناوين الصادرة في المواقع الإخبارية وكذا الصحف الصادرة لهذا اليوم. والبداية بالعناوين. موقع إخباري يتساءل: هل يصلح الحراك السياسي في تعز ما أفسدته الحرب؟ محافظ عدن يكشف في حوار مع صحيفة الأيام عن اتفاق مع التحالف العربي بإخراج المعسكرات من داخل المدينة. صحيفة عربية تتحدث عن خطة جديدة لحماية المصارف في عدن من جرائم السطو المسلح. وأخيرا من البي بي سي: أم في أستراليا تطيح بولدها من منصب وزير الموارد. أهلا بكم. إنعاش الحراك السياسي في تعز، هل يصلح ما أفسدته الحرب؟ يتساءل الموقع بوست في صفحته الرئيسية، ويقول الموقع: لا تزال الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على تعز مستمرة في حصد الضحايا بعد قرابة عامين ونصف على اندلاعها، دون أن يستطيع أي طرف حسم المعركة عسكريا. وتمتلك تعز خصوصيتها في حسابات جميع الفرقاء السياسيين، حيث يرى متابعون أن لقوات التحالف العربي حساباتها الخاصة في التعامل مع تعز نتيجة تخوفها من التجاذبات السياسية والحزبية التي تشهدها المحافظة. ويضيف الموقع أن ما يزيد من تخوف دول التحالف هو شعورها أنها بلا حليف محدد في تعز بإمكانها أن تثق فيه وتقدم له الدعم المالي والعسكري الكافي لإنجاز عملية التحرير. ويقول الموقع إنه تم تشكيل لجنة خاصة من المسؤولين السياسيين للأحزاب في تعز تقوم بدراسة المبادرات المقدمة من الأحزاب ومناقشاتها وإثرائها بغرض الاتفاق على برنامج لجميع القوى المؤيدة للشرعية والرافضة للانقلاب، بما من شأنه تفعيل الحراك السياسي. تحدث محافظ محافظة عدن عبد العزيز المفلحي لصحيفة الأيام بخصوص موضوع عدم استلام مبنى المحافظة، وقال إن الأسباب فنية وسياسية، وسببها تم أو بسببها تم تأجيل استلام المحافظة رغم أن الجميع جاهزون للاستلام والتسليم. وعبر المفلحي عن تقديره لما قدمه المحافظ السابق عيدروس الزبيدي في الفترة التي كلفه فيها فخامة الرئيس هادي لإدارة عدن. وفي رده على سؤال لماذا لم يتم حتى الآن إخراج المعسكرات من عدن، قال المحافظ إنه تم اتفاق بين اللجنة الثلاثية ودول التحالف حول إخراج المعسكرات من عدن، وتم الاتفاق على توحيد الأجهزة الأمنية في جهاز واحد وقيادة موحدة ومرفق عمليات مشتركة. وأضاف المحافظ: نطالب بالإسراع في تنفيذ هذه القرارات مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض الألوية ليست مسلحة بالشكل الكافي، وخاصة التي تنقل لمناطق المواجهات، سواء كانت المواجهة مع الإرهاب الذي يترأس حربه الانقلابيون أو الذين يكونون على مستوى المواجهة المباشرة مع العدو. نريد مبادرة حقيقية لا عريضة شكوى. ما قيل أنها مبادرة مجلس النواب هي في الواقع خطبة جمعة حزينة، خطبة لم يسمعها أحد في العالم. لماذا لم يسمعها أحد؟ لأنها مجرد خطبة، وخلاصتها الرئيسية أنها تطالب بعودة الحوار بين الأطراف بلا قيد أو شرط بعد وقف الحرب. هكذا بدأ وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان مقاله المنشور في موقع قناة بلقيس. المبادرة لم تشر للمرجعيات الثلاث التي سبق أن وافق عليها طرفا الانقلاب في الحوارات السابقة. وللذكرى، كان الانقلابيون متحفظين فقط على نقاط هامشية تفصيلية في المرجعيات الكبرى الثلاث. وها نحن نكتشف اليوم، ويا للهول، أن مجلس النواب هو أكثر تعصبا من الانقلابيين أنفسهم. لم يشر حتى للمرجعيات الثلاث، شتان بين السياسة والخطابة. بعد سنتين ونصف نطقتم، وربما لن تنطقوا ولم تكتبوا أو تبادروا، ربما أنطقوكم وكتبوكم وبادروكم. توقعنا منكم أن تكونوا لسان الشعب المظلوم وصوت البلاد المقهورة، لكنكم آثرتم الصمت طويلا،
بينما الشعب يموت والبلاد تتحطم وتحترق. ونطقتم أخيرا وللأسف لم تقولوا شيئا. يا أعضاء مجلس النواب، هل ما زلتم حقا تمثلون اليمن الكبير؟ هل تشعرون بذلك في شغاف قلوبكم وأعماق أرواحكم؟ هل قلوبكم على اليمن الكبير أم على مصالح أشخاص وأحزاب؟ هل تمثلون الشعب اليمني كله بمصالحه الوطنية العليا؟ أم أنكم تغلبون مصالح أحزابكم وزعمائكم؟ تتحدثون عن العودة للحوار، هذا مطلب مهم بالفعل، ولكن ألم تكونوا في الكويت وجنيف تتحاورون لأشهر ضيوف في فنادقها وبرعاية أميرها الذي كاد أن يتوقف قلبه وهو يرجوكم أن تغلبوا مصلحة اليمني على مصالحكم؟ كانت الكويت أفضل دولة عربية يمكن أن تقف إلى جانب اليمن الذي نريد ونأمل، ولكنكم أثرتم العودة بخفي زعمائكم، وكأن الحوار كان مجرد فرصة سياحية للراحة والاستجمام والثرثرة. أخيرا دعوني أهمس في آذانكم كلمة سريعة ومخلصة، أرجوكم غلبوا مصالح وسلامة اليمن الكبير ومستقبله على مصالح الأشخاص والزعماء والأحزاب. وأنتم تجتمعون في صنعاء ونصفكم بين هارب وغائب، لمصلحة من تجتمعون؟ عبر رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولية بيتر ماورر عن صدمته لإحراق أكوام النفايات في مدينة تعز وسط اليمن بل وأمام المستشفيات. وقال ماورر الذي يزور المدينة حاليا وفقا لموقع يمن مونيتور إنه صدم بالفعل من أن القمامة المتكدسة تجعل رائحة شوارع تعز كريهة، ونشر فيديو قال إنه خارج مستشفى مباشرة، وأشار إلى أن خدمة التخلص من النفايات قد توقفت بسبب الحرب وتكدسها في الشوارع يعمل على انتشار الأمراض القاتلة مثل الكوليرا. يتابع الموقع: تخضع مدينة تعز لحصار المسلحين الحوثيين وقوات موالية لصالح منذ أكثر من عامين، ما أدى إلى تزايد انتشار الأوبئة والأمراض، ويعتمد السكان على تهريب المواد الغذائية واحتياجاتهم عبر طرق وعرة. حملت صحيفة أخبار اليوم الصادرة في العاصمة المؤقتة عدن عناوين عدة، منها الشرعية على بعد 700 متر من معسكر خالد وتسيطر على هوب الراعي وتلة الشيكي في تعز، ومن أبين نقطة أمنية تضبط شحنة أسلحة كانت في طريقها إلى عدن، وعنوان مسؤول أممي يقول إن اليمن حاليا يشهد أكبر تفشي لوباء الكوليرا في العالم. ومن الجوف لغم حوثي يقتل عائلة بكامل أفرادها بالجوف. عن انهيار الأحلام كتب أحمد ناصر حميدان مقاله المنشور في يمن مونيتور معبرا عن خيبة أمل تبرز في لحظات كثيرة لتعكر حياة اليمنيين، وقال الكاتب: لا أعرف انتمائي المذهبي ولا أريد أن أعرف، ما أعرفه جيدا أنني أطمح للدولة الضامرة للمواطنة، هتافات الثورة، أطمح في التغيير نحو الحرية والعدالة والمساواة، لم أعد أطيق الماضي وذكرياته الأليمة، الفكرة الأوحد المستبدة والديكتاتورة والحكم الشمولي، أغضب ممن يبني على مآسي ماضيه مواقف واختيارات، أحقادا وثارات، يؤسس لصراعات الماضي دروسا وعبرا أليمة، لا أتمنى أن تعود بأي شكل من الأشكال. عبر شكلت لدي قناعات أن الوطن يستوعب الجميع ولن ينهض الوطن بغير الجميع. إذا نحن بحاجة لدولة ضامنة للمواطنة والحريات والأفكار والرؤى والتوجهات، وطن قابل للتعايش والتنوع الفكري والثقافي والعرقي والعقائدي. تفاءلت كثيرا بمخرجات الحوار التي لبت ولو جزءا من هذه الطموحات والأمال كصيغة دستورية وقوانين ورؤى وضمانات حينها دارت عجلة التغيير. التغيير الذي أزعج القوى التقليدية والنفوذ وقوى الفساد التي ثرنا عليها، ولا ينزعج من العدالة الانتقالية غير مجرم ولص وسفاح، فتحالفوا للانقضاض على هذا المشروع. وكانت الحرب، لم نستسلم، قاومنا وقاتلنا في خندق واحد، وكلما حققنا نصرا كلما صدمني الواقع، وبدأت أشعر أن أحلامي وطموحاتي تبتعد قليلا وقليلا،
وتتجه نحو الانهيار مع بروز مشاريع أخرى أصغر أفقاً ورؤية، مشاريع وصاية للقضايا الوطنية والقضايا الدينية من منظور متعصب متشدد. فاشتد الغلو وبدأ الظلم والتعسف، فانهالت الفتاوى بالتجريم والتكفير والقتل والانتهاك، وصار الحزب السياسي جريمة، واستبدلت التكتلات السياسية كأفكار ورؤى ومشاريع بتكتلات أخرى مناطقية ومذهبية. اجتماعياً، شرعت وجهات وشخصيات اجتماعية بمحافظة الجوف في مناقشة وثيقة من شأنها تقنين مراسم الزواج وتخفيض المهور التي شهدت ارتفاعاً حاداً خلال السنوات الأخيرة. يقول موقع المشاهد نت إن الوثيقة التي يجري مناقشتها لقيت ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية بالجوف، فيما دعت السلطات المحلية بالمحافظة إلى سرعة إنجازها. ويشكو الشباب في محافظة الجوف من عدم قدرتهم على الزواج من داخل المحافظة بسبب ارتفاع المهور والتكاليف الباهظة التي تصل إلى 3 ملايين ريال، الأمر الذي دفعهم للعزوف عن الزواج من داخل المحافظة. ويقول أحد الباحثين في المحافظة: الوثيقة التي يجري مناقشتها والتوقيع عليها جاءت بهدف إيقاف العزوف الحاصل من قبل الشباب عن الزواج. ويضيف في حديثه مع المشاهد: تكاليف الزواج في المحافظة تصل إلى 2 مليوني ريال، وفي بعض المناطق تتجاوز التكاليف 3 ملايين. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. كشفت مصادر أمنية ومصرفية يمنية للعرب الجديد عن خطة جديدة لحماية المنشآت المصرفية في عدن من جرائم السطو المسلح التي تزايدت وتسببت بنشر الرعب في القطاع المصرفي. وأوضحت المصادر التي رفضت ذكر اسمها أنه يجري مناقشة تفاصيل الخطة وآليات تطبيقها، وستدخل حيز التنفيذ ابتداء من مطلع أغسطس المقبل. وتأتي الخطة الجديدة بعد أيام من جريمة السطو المسلح على فرع لأحد أكبر المصارف الحكومية اليمنية، حيث اقتحمت عصابة مسلحة فرعا للبنك الأهلي اليمني في المنصورة بعدن وطلبت من مدير الفرع فتح خزانة النقود، لكنه أوضح لهم أن فتح الخزنة يحتاج إلى 3 مفاتيح موزعة على أكثر من موظف. عندها أطلقوا عليه النار في الرأس وانسحبوا من المصرف. وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني محمد حلبوب للعرب الجديد أن خطة تأمين المنشآت المصرفية تهدف إلى حماية البنوك وشركات الصرافة من جرائم السطو المسلح من خلال زيادة أفراد الحماية، بالإضافة إلى إدخال البنوك أنظمة أمن حديثة. وقال حلبوب إن الخطة في إطار الإعداد وملامحها مقنعة، حيث تتكون من آلية شاملة تكاملية بين البنوك ووزارة الداخلية وترتكز على التقنيات الحديثة، ولكن الأهم هو القدرة على التنفيذ. صحيفة الاتحاد قالت بأن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى القيام بمسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية والضغط على الميليشيا الانقلابية لإطلاق سراح المعتقلين. وندد رئيس الوزراء خلال لقائه رئيس رابطة أمهات المعتقلين أمة السلام راجح في عدن بالممارسات اللا إنسانية التي يتعرض لها المعتقلون في سجون الميليشيات في صنعاء ومحافظات عدة تقع تحت سيطرة الميليشيا، مؤكدا أن الحكومة تبذل كل المساعي والجهود للتوصل إلى إطلاق سراح كل المعتقلين والمخفيين. وقد سلمت للصليب الأحمر قوائم بأسماء كل المسجونين والمعتقلين والمخفيين للمطالبة بإطلاق سراحهم. هذا ليس انتصارا، يكتب حازم صاغية مقاله في صحيفة الحياة اللندنية متحدثا عن ميليشيا في لبنان تقول إنها انتصرت على ميليشيا أخرى. ويضيف: صباح الاثنين الفائت ظن اللبنانيون أنهم سيفيقون على انتصار، حزب الله يهزم خصومه وخصومنا في جرود عرسال. أفاقوا في المقابل على تهديد: كل من لا يوالي حزب الله عميل جاسوس خائن، عليه إما أن يشرب البحر أو أن يشربه البحر.
هذا كان سيعتبر تفصيلا قليل الأهمية لولا أنه صوت إعلامي محسوب على حرية الرأي والتعبير وعلى الحق في الاختلاف. نضع الحريات جانبا، فمع المتخمين بمعرفة الحق والصواب لا حاجة إلى الحريات وإلى آراء أخرى، لكن يبقى أن من ينتصر يتعلم الرحابة والثقة في النفس، يدعو خصومه وقد انتصر إلى طي صفحة الماضي، إلى فتح صفحة جديدة. قد يفتعل ذلك افتعالا، لكنه سيكون افتعالا ذا معنى يقتضيه العرف، بل السياسة، بل التمدن. لحظة الانتصار في حالتنا هذه كانت هي ذاتها لحظة التهديد والوعيد اللذين يطلقهما في العادة المهزوم والمحتقن واليائس. والحال أن التهديد اكتمل قبل أن يكتمل الانتصار، لكن إذا كان الإعلام يهدد هكذا، فكيف يا ترى يهدد الأمن؟ في هذا العالم الموحل حين يأتي صوت التهديد أعلى من صوت الانتصار وأشد اكتمالاً وأسبق ظهوراً، فهذا يعني شيئين متلازمين: الأول أن المنتصر المفترض يستعجل التهديد، يستعجل الانتقام والثأر، يستعجل إعادة الربط بين بيروت ودمشق، أي تعبيد طريق ميشيل سماحة وتوسيعها. الشيء الآخر أن المنتصر غير واثق في انتصاره، لهذا يوضبه بسرعة على شكل تهديد تساوره الشكوك فيما يخص قدرته على إدامة هذا الانتصار. غليان في الأردن بعد مغادرة إسرائيلي قتل مواطناً، عنوان للقدس العربي وقالت في تفاصيله. اضطرت الحكومة الأردنية إلى تبرير موافقتها على مغادرة حارس إسرائيلي قتل 2 من الأردنيين في حادثة سفارة تل أبيب في عمان، ورغم أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلن أن حارس سفارتها القاتل هو دبلوماسي، لكن وزير الخارجية أيمن الصفدي أكد أن بلاده توثقت من الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها الحارس، وغادر على أساسها دون خضوعه للمحاكمة أو الاستجواب. وبين الوزير أن القاتل غادر بعد أن توصلنا لصيغة سمحت بأخذ إفادته، والحادثة جنائية وجار التعامل معها وفقا للقوانين. الصفدي ومباشرة بعد جلسة عاصفة للبرلمان تخللتها عراكات وشتائم واتهامات للحكومة، عاد ليتحدث عن ضمانات لم يوضحها بمحاكمة عادلة في قضية السفارة، وخرجت خلال نقاشات بين النواب في قاعة غير رسمية انتقادات لحكومة الرئيس هاني الملقي بسبب إدارتها لملف هذه القضية. موقع شبكة البي بي سي عربي عنوان: ازدواجية الجنسية تطيح بسياسيين أستراليين. يقول الموقع: قدم ماثيو كانافان استقالته من منصب وزير الموارد وأستراليا الشمالية في الحكومة الأسترالية بعد الجدل الذي أثير حول حصوله على جنسية أخرى غير الأسترالية. قال السياسي البالغ من العمر 36 عاما إنه لم يكن على علم بأن والدته تقدمت بطلب بالنيابة عنه لكي يحصل على الجنسية الإيطالية قبل 11 عاما. وأكد كانافان إنه لن يستقيل من شغل مقعده في البرلمان إلا بعد أن يبحث الأمر بشكل مكثف مع محامي. وبحسب القانون الأسترالي فإنه لا يمكن لأي شخص يحمل جنسية أخرى أن يترشح أو يشغل أي منصب على مستوى الحكومة الاتحادية، وكان قد أجبر 2 من أعضاء البرلمان الأسترالي قبل أسبوعين على الاستقالة بعد ثبوت حصولهما على جنسية أخرى. على مر سنوات طويلة تخيل العلماء وعشاق نظريات المؤامرة كل السيناريوهات الممكنة لشرح حالات الاختفاء الغامضة في مثلث برمودا. أما الآن وكما ورد في صحيفة البيان، كشف عالم أسترالي ما يصفه بالتفسير البسيط وراء هذه الظواهر الغامضة، وهو أن الأمر لا يتعدى كونه مجرد خطأ بشري، إذ أكدت إحصاءات عديدة لقوات خفر السواحل الأمريكية أن حالات اختفاء السفن والطائرات في هذه المناطق لا تحدث أكثر من أي منطقة أخرى، كما أكدت العديد من الوثائقيات مؤخرا زيف الكثير مما قيل، واعترفت العديد من الوكالات الرسمية بأن عدد وطبيعة حوادث الاختفاء في مثلث برمودا كانت مشابهة لغيرها في باقي مناطق المحيط.
العالم الأسترالي كروز زيلينكي قال إنه وفقا للإحصائيات الرسمية وحرس السواحل الأمريكي فإن عدد الطائرات التي فقدت في مثلث برمودا هو نفسه في أي مكان في العالم على أساس النسبة المئوية. وأشار كروز زيلينكي إلى أن المثال التاريخي الذي يذكره الناس دائما عند الحديث عن هذه المنطقة عندما اختفت 5 قاذفات قنابل تابعة للبحرية الأمريكية عام 1945 وما تلاه من اختفاء غريب لاحقا للطائرة التي أرسلت للعثور عليهم. وقال كروز زيلينكي عن هذا الحادث: لم يعثر في هذه المنطقة على أي دليل لحطام طائرات أو أي من أفراد الطاقم حتى يمكننا تصديق أمر مثل هذا كما أن طائرة البحث لم تختفي، كان من الواضح أنها انفجرت. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها إمبريالية وقمعية وستحوذ سلاحا نوويا إذا لم تلتزم واشنطن باستراتيجية مختلفة. هكذا بدأ مدير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات مارك دوبوفيتس مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية. حري بترامب احتذاء بعض خطوات رونالد ريغان في دحر توسع الاتحاد السوفيتي بعد أن عدل في مطلع الثمانينيات عن سياسة الاحتواء التي انتهجها أسلافه، وركن استراتيجيته كان الإقرار بأن الاتحاد السوفيتي نظام عدائي وثوري رغم أنه هش داخليا وأن الواجب يقضي بقهره وإلحاق الهزيمة به. ورسم وجه سياسة ريغان في قرار الأمن القومي التوجيهي 75 الصادر في عام 1983، ودعا القرار هذا إلى التوسل بأدوات القوة الأمريكية كلها المعلنة والمضمرة، خطة شملت تعزيز الاستعدادات الدفاعية وحربا اقتصادية ودعم القوى المعادية للاتحاد السوفيتي والمعارضين، وشن حملة تقوض مشروعية النظام الإيديولوجي. وفي وسع ترامب الدعوة إلى صيغة جديدة من القرار وشن حملة على النظام الإيراني ومقاربة التهديدات الإيرانية على أنواعها وليس التهديد النووي فحسب. ولا مناص من أن يسعى قرار الأمن القومي الأمريكي الجديد إلى تفكيك حلقات نفوذ إيران في كل بلد من بلدان الشرق الأوسط. وخطوات واشنطن للرد على طهران وثيقة الصلة بإضعاف مالية النظام الإيراني. وعلى الإجراءات القوية استهداف الحرس الثوري الإيراني وهو قوة مهيمنة على الاقتصاد الإيراني. ولا شك في أن إقرار عقوبات جديدة تسم الحرس هذا بالإرهاب، والعقوبات هذه أقرها مجلس الشيوخ أخيرا، وإقرار 40 عقوبة مرتبطة بإيران أقرت في العام الحالي هما بداية ميمونة. وعلى الحملة هذه تقبيض حكام إيران عن طريق دعم القوى الإيرانية المؤيدة للديمقراطية التي برزت عام 2009 وكادت أن تسقط النظام، ويجب توجيه ضربات إلى مكامن الوجع الإيراني تسليط الضوء على الفساد المستشري وانتهاك حقوق الإنسان. صحيفة ديلي تيليغراف نشرت مجموعة من الصور من مختلف أنحاء العالم، اخترنا لكم بعضها نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.